أهلا بكم إلى عناوين هذه النشرة الإخبارية. أصوات دول إفريقية تطالب بطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، والمغرب يتقدم بدعوى قضائية ضد وسائل إعلام فرنسية، ومباحثات سرية بين المغرب وإسبانيا. التفاصيل. أكد المشاركون في ندوة أكرا حول موضوع ضرورة الانتعاش الاقتصادي، كيف يمكن تسوية قضية الصحراء أن تعزز الاندماج الإقليمي والقاري لإفريقيا، أنه لا ينبغي اعتبار تعليق عضوية البوليزاريو، وهي جماعة مسلحة لا تتوفر على مقومات دولة ذات سيادة بالاتحاد الإفريقي، أو حتى طردها من الطابوهات، أو هدفا غير قابل للتحقق. وأفاد مركز التفكير إيماني في بيان له بأن المشاركين اعتبروا أنه يتعين على الاتحاد الإفريقي تصحيح هذا الإرث الثقيل والخطأ التاريخي، مشددين على أنه تعليق أو حتى طرد بوليزاريو، وهي جماعة مسلحة لا تملك أي مقومات لدولة ذات سيادة، لا ينبغي اعتباره من الطابوهات أو هدفا بعيد المنال. وسجلوا أن إنجاز هذا الهدف ليس مطمحا مغربيا صرفا، بل هو طموح يدفع الدول الإفريقية إلى وضع حد للانقسامات المفتعلة، ووضع حد لاستغلال منظمة يفترض فيها خدمة هدف أفريقي أسمى. وقال المشاركون في هذا الحدث إن المعيقات السياسية من قبيل قضية الصحراء هي اليوم عقبة كبرى أمام الاندماج الاقتصادي لإفريقيا، مؤكدين في هذا السياق على الحاجة إلى إيجاد حل واقعي ونهائي لهذا النزاع الذي طال أمده، والذي لا يمكن إلا أن يشكل اختراقا في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري لإفريقيا، لا سيما في السياق الراهن الموسوم بحالة الطوارئ الناجمة عن التداعيات السوسيو اقتصادية لجائحة كوفيد. وفي هذا الإطار أكد العديد من المشاركين أن تسوية قضية الصحراء هي خطوة ضرورية لتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة، بالنظر إلى ديناميتها الحالية التي تتميز بحصرية المسلسل الأممي وأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي صادق وواقع ذي مصداقية ومندمج. الخبر الثاني في هذه النشرة، فقد تقدمت المملكة المغربية بدعوى قضائية جديدة ضد وسائل إعلامية فرنسية بتهمة التشهير على خلفية مزاعم استخدام برنامج بيكاسوس الإسرائيلي للتجسس. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المحامي أوليفي بارتلي أن المغرب رفع 4 دعاوي قضائية خاصة بتهمة التشهير، وفق إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء. وأوضح محامي المغرب أن 2 من الدعاوي رفعت ضد صحيفة لومون ومديرها، ودعوى ثالثة بحق موقع ميديا بارت الإخباري والاستقصائي ومديره، والرابعة بحق إذاعة راديو فرنسا. يذكر أن الشركة صاحبة البرنامج بيجاسوس نفت نفيا قاطعا أن يكون المغرب من زبنائها، كما أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي الفرنسيين بعدم اختراق هاتف ماكرون أو إحدى الشخصيات الفرنسية. الخبر الأخير في هذه النشرة، فقد كشفت صحيفة البايس الإسبانية عن وجود مفاوضات سرية إسبانية لحل الأزمة بشكل نهائي بين المغرب وإسبانيا، مبدية رفضها العودة إلى السقوط في مجلاتها مستقبلا. وأوضحت الصحيفة المذكورة أن إسبانيا والمغرب يتفاوضان على مراجعة كاملة لعلاقاتهما الثنائية، وأن مدريد لا تريد خاتمة زائفة لأزمة تؤدي إلى تكرارها في المستقبل، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإسباني الجديد خوسي مانويل ألباريس، والذي سافر إلى لندن وسيغادر إلى البيرو يوم الثلاثاء، لم يزر الرباط بعد، رغم أنه وصف المغرب بأنه صديق عظيم في حفل تنصيبه. يذكر أن القضاء الإسباني سرع من وتيرة تعاطيه مع جرائم إبراهيم غالي، حيث شهدت قضية زعيم جبهة البوليزاريو تطورات جديدة في اتجاه إدانته بالتهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تهمة التعذيب من خلال شهادة الناشط أحمد تروزي
وباقي الضحايا ضد ابراهيم غالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.